هذا للدلج. بسم الله الرحمن الرحيم. تحذير عندنا للمصلحين، هذا النوع من الشاشات المشكلة اللي بيها اللدات مالتها جانبية، هذا اللد الجانبي، لكنه انت متبدل اللدات اكو مشكلة اخرى. المشكلة الاخرى راح يحكيناها الاخ اركان على هاي الشاشات. هاي شنو صاير بيها؟ هذا يحترق بسبب اللد. اللد يعني قربه من هذا المكان يحترق. تمام. زين، المشكلة ايش راح تصير هسه اذا ركبنا نفس هذه على اللدات الجديدة؟ يشتغل اسبوع ويحترق. يحترق اللد. ليش؟ هذا يصير تماس ويا اللدات، هذا هم تبريد للدات. نعم. اي فهذا من تخلي اللد. اي. اللد اذا تخليه 5 ايام يرجع يعطل. يحترق. ايه. زين، نقدر نقلبها من الجهة الثانية؟ لا مقفولة. ليش؟ هو اريد نوضح مقفولة. هذا الشيء. هاي شوف هذا القفل مالها. تشوفون هذا الشريط الصغير؟ هذا قفل بحيث ما تقدر تديرها، يعني الضوء يمشي بس من ذاك الجانب لهنا يمشي، بس من هنا ما يمشي الضوء. حتى اذا تقلبها فالاناره بس هالقد. يعني ما تصير، نعم. قافليه. فاذا لازم تتفق ويا الزبون على تبديل اللدات وهذا المشتت الاناره. هاي شوف الحرق مالتها؟ ايضا الصوره صفراء. اي مو بس هاي، هي مكسره من الحراره. تمام. زين، شنو البديل هسه؟ ايش راح اسوي؟ تبديل. تبديل شنو؟ عندك بديل لها؟ هاي فايبرة جديدة. هذا حجمها ايش قد الشاشة قلنا؟ 49. 49، ايش قد سعر هاي الفايبرة تقريبا؟ فوق 100. فوق 100، يعني معناته راح يصير يعني أذية على المستهلك بصراحة. راح يتبدل اللدات ويبدل هذا العاكس. الشاشة روعة بس ما الشاشة حلوة لكن هاي العيوب مالتها. تمام. يلا شكرا، عيني جزيلا.